سألني سائل: كلما بدأت في قراءة كتاب وقرأت عدة صفحات تكاسلت وتركت الكتاب ولا أعود إليه أيضا، فما هو الحل؟ الحل يتلخص في 3 أشياء. الشيء الأول: اقرأ في كتب مناسبة لمستواك الدراسي. هناك كتب ثقيلة وفيها كلمات غامضة بكثرة، فيمكن تقرأ صفحة بأكملها أو نصف صفحة دون أن تفهم الأفكار الرئيسية، فهذا يصيبك بالملل والكسل من القراءة. فلذلك اقرأ في كتب تناسب مستواك إلى 90%، تقرأ وتفهم جل ما في الكتاب، فهذا يشجعك لكي تواصل في القراءة من الغلاف إلى الغلاف. ثانيا: اقرأ كتب في موضوعات مهمة عندك. بعض الناس يرغبون في موضوعات ثقافية، والبعض في موضوعات لغوية، والبعض في موضوعات شرعية، والبعض في القصص، والبعض في الروايات. أن اختر كتابا في مجال يهمك، في مجال ترغب في المزيد من المعرفة في ذلك المجال، هذا يشجعك على أن تقرأ من الغلاف إلى الغلاف. ثالثا: كل مرة عندما تقرأ وقف القراءة وأنت ما زلت تشتاق إلى القراءة. لماذا؟ لأنك عندما تقرأ وتقرأ وتقرأ وتتعب كثيرا، هذا التعب يجعلك تشعر بالملل، وفي المرة القادمة عندما تريد أن ترجع إلى الكتاب تفكر في التعب الذي أصابك في المرة الماضية. فحاول كل محاولة أن توقف القراءة وما زلت تشتاق إلى مواصلة القراءة. هذه الأشياء 3 إذا طبقتها، هذا ييسر لك أن تقرأ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف بلا خلاف. والسلام عليكم.